انضم إلينا من دمشق الناشط الإعلامي مازن الشامي. صباح الخير مازن، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم، معك مراسل شبكة شام. نعم سيدتي الكريمة، لا زالت الحملة البربرية متواصلة على مدينة يبرود من قبل كتائب الأسد، وذلك لليوم 13 على التوالي، حيث يتم قصف المدينة يوميا بالأسلحة الصاروخية والمدفعية الثقيلة بتغطية من الطيران المروحي والميج. فمنذ الصباح شهدت المدينة اليوم قصف مدفعي عنيف بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة. استطاع الجيش الحر صد تسللات كتائب الأسد، وتم تمشيط بعض التلال من جهة جبهة السحل، وذلك بقذائف الهاون ومدافع 23، وتم تكبيد خسائر فادحة بالعتاد والأرواح وحرق بعض الخيم التي قد نصرتها كتائب الأسد قبل فترة. طبعا وأيضاً بالإضافة لتلك عمليات تدمير دبابة من جهة منطقة فليطة، وتم قتل طاقم الدبابة بالكامل واستهداف تجمعات وتمشيط التلال بكافة أنواع الأسلحة. في الغوطة الشرقية منذ قليل طائرات الميج نفذت غارتين جويتين على بلدات البحارية والنشابية، مما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. ولا زالت يعني تشهد مدن الغوطة الشرقية اشتباكات على عدة جبهات، وخاصة من جهة زملكة والمليحة والمرج، تزامنا مع قصف مدفعي يستهدف عدة بلدات. ومنذ قليل أيضا بدأ القصف من الطيران الحربي على ريف القنيطرة الجنوبي، والذي استهدف بلدة غدير البستان ومناطق أخرى في المعضمية. وفي اختراق للهدنة قامت كتائب الأسد أمس بمداهمة أحياء البلدة والانتشار فيها بشكل مكثف، حيث قامت بمداهمة الحي الغربي، علما أن البلدة لا يظهر فيها أي نشاطات ثورية أو مسلحة، وهي بلدة يقطنها عشرات الآلاف من المدنيين من حمص والغوطة الشرقية. نعم، هذا ملخص ما حصل حتى اللحظة. نعم مازن، ماذا عن الأوضاع من الناحية الإنسانية؟ نعم حقيقة يعني الغوطتين الشرقية والغربية بالإضافة للمناطق الجنوبية تشهد توقف للحياة، وذلك بعد انعدام الإنسانية في قلوب من يناصرون بشار الأسد في ظل انقطاع تام لجميع مقومات الحياة، وخاصة في هذا الجو البارد. يعني سياسة عقاب جماعية يتبعها بشار الأسد بحق المدنيين مرتكبا بذلك جريمة إبادة جماعية. لذلك نحن طالبنا ونطالب جميع المنظمات بالتحرك لإنقاذ المحاصرين، إن كان في الغوطة الشرقية أو الغوطة الغربية أو حتى يعني في المناطق الجنوبية. هناك عائلات بأكملها تموت من الجوع يوميا، لدينا أطفال في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية والمناطق الجنوبية تموت من الجوع. الآن ربما هناك غارة جوية على الغوطة، الآن أسمع طائرة الميج، نعم قصفت منطقة المرج، الآن غارة جوية ثالثة تقصف منطقة المرج في هذه اللحظة. نعم مازن الشامي، ناشط إعلامي ومراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك.